اير داتا جروب هي واحد الشركه متخصصه في لي درون لي سيرفيس اللي كنديروا كنديروا معالجه الصحه النباتيه، رش الاسمده الورقيه، التلقيح بالنسبه لاشجار النخيل. هادشي مبين لي زافونتاج لي ديال الدرون هو الدقه. كما كتشوفوا الدرون كتلوح دي كوتليت 250 ميكرومتر هيدروستاتيك، مع داك لا بريسيون كيوصل داك الشيء لكاع لي بارتي ديال لا بلونت. عندنا كنربحوا الوقت بالنسبه عندنا باتري كيدوز لنا كثار واحد في واحد المده ديال من 8 حتى 10 دقائق، يعني نقدروا نوصلوا في النهار تقريبا من 40 حتى 50 هكتار في اليوم الا كان الجو مزيان، يعني ما كانش الريح ما كانش الشتاء ما كانش الضبابه. كذلك كنقتصدوا في الماء، عندنا كنخدموا حنايا بار هكتار 20 لتر الهكتار الواحد كافينا باش اننا نداويو داك لابارسيل، مقارنه مع الطريقه العاديه اللي كيحتاجوا تقريبا طن حتى لطن ونص في الهكتار. بالنسبه حنايا ديسپونيبل في المغرب كامل، كنخدموا في المغرب كامل، خدمنا بزاف ديال المناطق، مكناس، الرشيديه، مراكش، يعني حنا ديسپونيبل في المغرب كامل، كنخدموا في المغرب كامل، ما عندناش المشكل.